أكتر موضوع شغل الناس الأسبوع ده على السوشيال ميديا كان طبعاً الصراع اللي حاصل بين مارك زوكربيرج وإيلون ماسك، وده بعد قيام مارك بإطلاق تطبيق جديد اسمه ثريدز، واللي قدر إن هو يجمع في أول كام يوم من إطلاقه حوالي 80 مليون مشترك. المشكلة في ثريدز إن هو تطبيق شبيه إلى حد كبير جداً بتويتر، وطبعاً المملوك لرجل أعمال إيلون ماسك، واللي خرج وكتب على صفحته الشخصية: أنا دفعت 44 مليار دولار استثمار في تويتر عشان يجي ولد ويقرر إن هو يعمل كوبي وبيست. يعني إيه؟ يعني جه قلده بالظبط. ولأن الموضوع فيه تفاصيل كتيرة جدا ولسه فيه ناس لحد دلوقتي مش فاهمة قوي طبيعة الثريدز الجديد، هيكون معانا دلوقتي على زوم الأستاذ محمد الحارسي، استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي. إزاي حضرتك يا فندم؟ اهلا بحضرتك يا فندم، ويعني يوم جديد سعيد على جميع مشاهدينك الكرام. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. في البدايه عايز اعرف من حضرتك ايه هو تطبيق ثريدز الجديد؟ احنا لسه مش فاهمين ثريدز ده بيعمل ايه. يعني خليني اوضح بكل بساطه، ثريدز الحقيقه هو فعلا مشابه لتويتر في كثير من الخصائص، ولكن عايز اقول ان يمكن الارقام الكبيره زي ما وضحت نتيجه ان مستخدمي انستغرام انتقلوا بخطوه بسيطه لثريدز، فبالتالي اصبح ان المستخدمين قادرين يستمتعوا بمنصه ثريدز. ولكن خليني اقول الفرق ما بينها سريعا وما بين تويتر. الحقيقه هو في عدد تحديدا حتى الان هو في عدد الكلمات، عدد الكلمات دلوقتي يقدر انه يكتب اكتر من 106 كلمه في مقابل تويتر ان هو عدد الكلمات في حدود 25 كلمه، لكن قادر انه يضيف صور، قادر انه يضيف مقاطع فيديو، وهو مسيره في تويتر. تويتر كان في الاول بيكتفي بالنص، دلوقتي اصبح بيضيف خصائص الفيديو وخصائص الصوره. خليني اقول المتوقع بعد كده من ثريدز ان يمكن اللي نزل التطبيق عنده الحقيقه لقى ان في بيانات الخصوصيه ثريدز الحقيقه قادر يوصل لبيانات اكثر من المستخدمين. الحقيقه تطبيق ثريدز قادر انه في الفتره الجايه يضخ امتيازات كبيره لعدد اكبر من المستخدمين، لان هو بيعتمد على المستخدمي انستجرام. والحقيقه ثريدز في تعريفه ووصفه زي ما وضحه مارك، هو ميزه التطبيق انه قادر يربط المنصات الثلاثه، او يعني المحتوى اللي موجود على المنصات الثلاثه اللي هي انستجرام وفيسبوك وثريدز. وخليني اوضح ان زي ما وضح مارك ان في هناك مفاجآت ستكون قادمه لمستخدمي ثريدز، انه قادر يستمتع بتجربه جديده جدا في تجربه التواصل الاجتماعي الجديده. يعني هو مارك وعد انه سينقل تجربه التواصل الاجتماعي ما بين المستخدمين الى مرحله جديده كليا، فبالتالي هو بيشتغل على فكره ربط مستخدمي فيسبوك وانستجرام بثريدز، وتحديدا احنا بنتكلم حتى الان هي ارتباط ما بين مستخدمي انستجرام بثريدز. طيب خليني اقول برضو، هل ده يعني سيقضي على تجربة تويتر أو هيقدر يجتذب نسبة كبيرة من مستخدمي تويتر؟ الإجابة من وجهة نظري لأ، لأن مستخدمي تويتر الحقيقة إحنا في السابق بنعرفهم إن هم النخبة شوية اللي بيدور على محتوى معين، قادر إن هو يستمتع بتجربة تغريدة قصيرة جدا يقدر يوصل بيها معلومة لكل المستخدمين. وخليني أوضح كمان إن المستخدمي تويتر اللي جربوا ثريدز حتى الآن هم غير راضين عن التجربة، وشايفين إن هو لا يقدم أي جديد. عشان كده أنا بتوقع إن مارك استعجل شوية أو أطلق منصة ثريدز عشان يسحب شوية البساط، وده تكتيك تسويقي يعني معروف جدا انه يبدا يطلع الاول ويبدا يضخ امتيازات كبيره، لانه لانه معتمد على قاعده مستخدمين وصلت ل 2 مليار مستخدم زي ما وضحت لحضرتك، ومنهم 500 مليون مستخدم على الانستجرام. خليني اوضح تاني ان ايلون ماسك شويه خلال الفتره اللي فاتت الحقيقه كان مهتم بتغريداته الشخصيه وقراراته الشخصيه اكثر من الاهتمام بالاداره التنفيذيه، او انه يدي صلاحيات للإدارة التنفيذية داخل تويتر ويديهم مساحة من الحرية للتطوير والمنافسة، وده كان الحقيقة إدى فرصة لمارك إنه يبدأ يشتغل على الفكرة ويسحب شوية البساط من تويتر. ولكن إلى الآن مستخدمي تويتر لا يجد جديد إلى ثريدز، إلى أن مارك الحقيقة يعلن عن ضخ امتيازات جديدة. هو بيشتغل على الحتة دي إنه هو يقول للمستخدمين
نزلوا التطبيق دلوقتي، استمتعوا بالتجربة بخطوة بسيطة، وستجدون لاحقا امتيازات وخصائص وتجربة يعني تفاعل عبر منصات اجتماعية جديدة كليا. طيب وده أستاذ محمد، ده اللي قدر يشتغل عليه. دلوقتي حضرتك بتقول إن ثريدز مرتبط بالإنستجرام وكمان بالفيسبوك، مظبوط؟ مظبوط فعلا. في ناس بتقول إن أنت لو قررت إن أنت نزلت مثلا اللي هو الثريدز وما عجبكش وقررت إن أنت تمسحه، هيتمسح معاه فعلا الإنستجرام؟ لا خالص، الارتباط هو ارتباط ما بين منصة ومنصة، وليس ان اللي حضرتك حذفت التطبيق يحذف معاه الاكونت الخاص بانستجرام او فيسبوك. هبسط للساده المشاهدين، الريلز اللي بتكون على او الفيديوهات القصيره اللي موجوده على الفيسبوك بتتنشر يعني على طول على انستجرام. لو حضرتك مسحتي الفيديو القصير او المعروف بريلز من انستجرام والعكس، بيقول لحضرتك عايزه تمسحيه من الفيسبوك وانستجرام ولا من فيسبوك فقط، والعكس صحيح. فبالتالي ثريدز هي تجربه منفصله كليا، ولكن هي مبنيه على قاعده مستخدمين انستجرام. يعني احنا شويه اللي بيشتغلوا في التكنولوجي عارفين ان هو محتاجش انه يطلق منصه جديده ويعمل حسابات جديده، هو اشتغل على الحسابات الموجوده على انستجرام عشان يسحب عدد كبير من المستخدمين في المراحل الاولى، وده اللي حصل فعليا وده نجح فيه مارك. اي حد هيطلق منصه وهو عنده 2 مليار مستخدم مش هيعمل غير اللي عمله مارك الحقيقه، ان هو يربط الحسابات والمستخدمين الخاصه بتطبيق ثريدز بانستجرام عشان يبدا على طول ياخد مستخدمين ويعلن نجاحه وانتصاره في الجوله الاولى من اطلاق منصه ثريدز. ولكن باكد الى الان الخصائص الموجوده هي ما بتقدمش اي جديد، الا في حاجه واحده في وجهه نظري، ان حضرتك هتوصل لعدد فئات مستخدمه اكبر شويه، يمكن تحديدا من الشباب اللي مش موجودين على تويتر. تويتر فئات العمريه شويه اللي احنا بنقول متوسط اللي هي ال 30 من 25 ل 30 سنه ل 35 سنه، ولكن ثريدز الحقيقه بما انه مرتبط بانستجرام او يعني قادر المستخدمين قادرين يستخدموا ثريدز وانستجرام وخلافه، فبالتالي يوصل لعدد من الشباب الحقيقه اللي اعمارهم الحقيقه المتوسط في ال 20 عاما اللي موجودين على انستجرام. ودي طبعا ميزه الحقيقه لكل من عايز يصل بحملته الاعلانيه لفئات اكبر. الأستاذ محمد الحارسي بنشكرك جدا على وجودك معنا.